الفنان بطل حلقتنا النهاردة هو محمد متولي، ورثت منه بنته سمر حبه للتمثيل والفن، علشان كده شاركت في مسلسل شبر مية مع الفنان أحمد السعداني، وفي حوار ليها قالت إن والدها الله يرحمه كانت وصيته ليها إنها تشتغل شغلانة تانية غير التمثيل، وإن حلم حياته كانت تبقى مذيعة. الفنان محمد متولي ما كانش مجرد ممثل عادي وخلاص، بيأدي أدواره بكل حب وبإخلاص وللشخصية اللي بيأديها، وعمره ما فكر يكون اسمه متصدر أفيش الأفلام أو تترات المسلسلات اللي كان بيشارك فيها، ولا عمره كان بيدور على أنه يكسب ثقة الجمهور ويوصل لقلوبهم، بس لأ، ده كمان وصل للدرجة دي واتأكد كمان أنه جمهوره كله كان بيحبه، وأقنع الجمهور اللي بيحبه بكل أدواره اللي قدمها. مجرد سماع نبرة صوته هتعرف انك هتشوف على الشاشة يا اما شخصية هتضحكك من قلبك او شخصية هتصدمك من الخوف والرعب. الفنان محمد متولي من مواليد 11 مارس سنة 1945، من مواليد الاسكندرية، ودخل كلية دار العلوم، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغل في المعهد واكتشف عدد كبير جدا من الفنانين. وطبعا المعلومة دي في كتير مننا أول مرة يسمعها، والنجوم دول زي الفنان شريف منير والفنان سامح السريتي وكمان الفنان أحمد عبد العزيز وغيرهم من النجوم اللي تألقوا على شاشة السينما والتلفزيون كمان. بالنسبة لحياته الشخصية وانتقالا للحياة الشخصية للفنان محمد متولي، فتزوج من خارج الوسط الفني من سيدة اسمها وفاء إبراهيم، اتخرجت هي كمان من كلية دار العلوم، وأنجبت بنتين، سمر اللي لسه متكلمين عنها ويمنى كمان. هنيجي نتكلم على اليوم اللي توفى فيه الفنان محمد متولي، ومات يوم 17 فبراير سنة 2018. بس كانت قصة موته قصة غريبة شوية، قالوا ان هو مات بالزغطة، وقالوا ان اليوم اللي توفى فيه الفنان محمد متولي حكت سمر بنته ووالدتها ازاي توفى، وحكوا وقالوا ان الفنان محمد متولي ما كانوش يعرفوا انه تعبان او للدرجة دي، وقالت سألته قالت له مالك، وقال لها خلاص يا بنتي، وساب الموبايل من ايده واتوفى، وحاولت انها تفوقه او تضغط على قلبه علشان يرجع تاني يتنفس، لكن كان القلب توقف وتوفى الفنان محمد متولي. وتوفى الفنان بدون اي ضجة اعلامية ومن غير ما اي حد يحس بيه، لدرجة ان مفيش حد من نجوم الوسط الفني حضر عزاه. والغريب في الامر ان زوجته السيدة وفاء في اللقاء احد اللقاءات اللي شاركت فيها حكت ان كان عنده السكر والضغط وكمان ضعف في عضلة القلب، لكن السبب اللي توفى بيه الفنان كان برد وزغطة. وهنرجع تاني لمسيرته الفنية وانطلاقة الفنان محمد متولي للشهرة في فترة السبعينيات من خلال فيلم خلي بالك من زوزو مع الفنانة سعاد حسني والفنان حسين فهمي وكمان الفنانة تحية كاريوكا، وده كان أول انطلاقة ليه. وبعد كده توالت الأعمال الفنية للفنان محمد متولي، وشارك كمان في عدد كبير جدا من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. وخلال مسيرته الفنية قدر الفنان محمد متولي انه يقوم بعدد كبير جدا من الاعمال، وصلت ل 250 عمل فني. والفنان محمد متولي كان من الفنانين المحظوظين اللي اشتغلوا مع عدد كبير جدا من عمالقة الفن، منهم محمود مرسي ويحيى الفخراني ونور الشريف وصلاح السعداني وسناء جميل وجميل راتب وغيرهم وغيرهم من الفنانين اللي تألق معهم في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية. أما كان حظه ونصيب الأسد لما شارك مع الفنان عادل إمام في معظم أعماله، وكمان كانت بتربط الفنان محمد متولي بالفنان عادل إمام صداقة قوية جدا، وكان مقرب منه، وكان الفنان عادل إمام بيعتبره التميمة الحظ في أعماله، علشان كده شارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام.
ولو جينا نتكلم عن آخر عمل الفنان محمد متولي، فكان آخر عمل ليه كان مسلسل وكلينها ولع 2 اللي اتعرض بعد وفاته في 2020. ومن أبرز الأعمال اللي قدمها في مسلسل ليالي الحلمية وطاقة نور وهربانة منها وشمس الأنصاري كمان، وقدم أفلام مميزة جدا منها مطب صناعي وسلام يا صاحبي وشنطة حمزة والباب يفوت أمل وحسن ومرقص، وكمان برع في تقديم المسرحيات زي مسرحية حزمني ياه وآخر المطاف. ورغم أن في جمهور كبير جدا للفنان محمد متولي، إلا أن الفنان محمد متولي كان زي معظم فنانين كتير جدا اللي كانوا بيظهروا بأدوار تانية وأدوار السنيدة، لكن ما حصلوش على دور البطولة المطلقة حتى لو لمرة واحدة. ورغم كده كان الفنان محبوب جدا وكان الجمهور كله بيحبه وكان ليه جماهيرية كبيرة جدا زي أي بطل أول في أي عمل فني. لكن الفنان محمد متولي كان بيحب جدا الأدوار التانية، بس كان بيبقى طبعا نجم العمل من غير ما يقوم بالبطولة المطلقة. وفي نقطة هنتكلم عنها، وهي خرجت زوجة الفنان محمد متولي بعد وفاته واتكلمت وقالت انه كان بيعاني بقاله 20 سنة من مرض السكر وضعف في عضلة القلب، الا ان المرضين دول لم يكونوا السبب في وفاته كما أشيع، لأن في أخبار اتقالت بعد وفاة الفنان محمد متولي أنه مات بسبب السكر وكمان ضعف في عضلة القلب زي ما احنا ما قلنا، لكن طبعا هي أكدت أن زوجها لم يمت بهذا المرض واتوفى بغيره، وأكدت أنه اتوفى بدور برد عادي جدا وجاله سقوط قبل ما يموت. وده كانت طبعا السبب الحقيقي اللي ذكرته زوجة الفنان محمد متولي اللي كان السبب في موته. وبكده نكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم ياريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو تقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية اللي هنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. وكمان أحب أشكر حضراتكم على الكومنتات والتعليقات الجميلة اللي بتوصل للقناة من حضراتكم، أنا ببقى مبسوطة جدا لما بشوف تعليقاتكم وكمان بشوف الفنانين اللي انتوا بتبقوا عايزين تعرفوا عن حياتهم الشخصية وكمان الفنية، وبنحاول نبحث عن المعلومات الصحيحة عن الفنانين دي، علشان كده بشكركم على دعمكم المستمر لينا.